الموسم الماضي راه كانوا عندنا تقريبا 20 لاعب وصعد الفريق. تنظن ان المجموعه اللي كنشتغل بها داكور كنحترمها وكتحترمني وكتحترم الافكار ديالي. سي فري لو نومبر ريدوي داكور، هذا قسم الوطني الاول ماشي هو قسم الوطني الثاني. اون دي زونترينور، والاشكال فين غادي يكون من بعد هو الاشكال ديال الاصابات. سي فري ان التاهيل ديال اللاعبين هذا ملف يعني ما كنحاولش نتطرق ليه، لانه هذا شان كنقول بالنسبه لي انا تنقول شان داخلي، لانه البريزيدون داير المجهود ديالو مع المكتب المسير. حنا كستاف كنبغيو نخرجوا من هاد اللاعبين لهم ماكسيموم. صحيح على ان كيف ما اليوم ولا كيف ما المقابله ديال توارقه وكان عندنا قطاع غيار بار اكزومبل في الهجوم ممكن كنا نفوزوا بجوج ديال المقابلات، ولكن كنظن عنا امتى غيتاهلوا اللاعبين ولا سميتو. انا بالنسبه لي تنقول الله اعلم. حنا لو مويان دو بوغ اللي غاديين به غادي نبقاو غاديين به. اللاعبين الحمد لله كيجتهدوا، سي فري حتى هما عارفين ان اللاعبين الاصدقاء ديالهم ماشي كاليفي، وكيتمناو حتى اللاعبين اللي كاين دابا كيتمناو على ان اللاعبين يتاهلوا باش يعطيهم واحد الدفعه. انه بالنسبه لي انا كمدرب سي فري بغيت تكون عندي مثلا واحد لو شوا اللي يكون لارج، شوا لارج يكون صا باش يكون عندي، خصوصا عندك جديد المقابلات دابا جديد المقابلات لعبت اليوم غنلعب ثلاث، يعني يكون عندك لو شوا واحد الايفيكتيف اللي كبير ممكن على انك تدور الفريق. لكن بالنسبه لي انا المجموعه اللي عندي انا حاليا كنضوع على انها تيق فيها. كنتمنى على التاهيل ديال اللاعبين يكون في اقرب الوقت، لانه الناس ما باركاش، الناس دايره مجهود. كنتمنى على انه يكون في اقرب وقت، انه حنا كنضيعوا النقاط دابا، والنقاط غادي يكونوا شويه غاليين خصوصا في الثلث الاخير من 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 البطوله. صحيح على ان كاين بعض الانديه اللي باقا ما فاقتش، ولكن كنظن على ان بالنسبه لي انا المجموعه اللي عندي حاليا وهاد النتائج انا سوي ساتيسفي بلو ترافاي اللي كيديروا اللاعبين، بالمجهود اللي كيديروا اون جروب. حتى الناس اللي ما كيتاهلوش كنحاولوا ما مأهلينش، كنحاولوا ما امكن نلقاو لهم مقابلات اللي يبقاو دائما في الريتم. اليوم راه لعبوا نيت مقابله وديه، نحن حنا خدامين لا مع هادو ولا مع هادو. كومسا ان شاء الله ملي يكون التاهيل غادي يكون تول مون ان شاء الله بحول الله يكونوا في المستوى.